Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس يبحث عنه الكثير من الطلاب، وحقيقة أنه حتى الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية أو من درسوا لفترات طويلة لا زالوا لا يعرفون الفرق ما بين الجمع والمفرد singular and plural in English. المفرد والجمع في كثير من الأحيان الكثير يخطئ فيها. درس اليوم ينهي لك هذه المشكلة تماما إن شاء الله، يعني عشان ما تدرس درس ودرس ما تعرفه فيحصل عندك خلط، تعرف معلومة ومعلومة غايبة عنك فتجعل لك هذه المعلومة تشوش على المعلومات الباقية. لا نريد أن نضيع الوقت، نبدأ الدرس مباشرة. لكن قبل أن نبدأ الدرس أود أن أوضح أنه هناك كورس جديد ابدأ فيه والتحق فيه، كورس مرتب مرقم ممنهج من الصفر على قناتي الثانية. طبعا قد يكون هذا الفيديو موجود في قناتي الثانية وقناتي الأولى. القناة الثانية اللي مش عارفها يكتب فقط القناة الثانية مع مراد، ستظهر لك القناة، اضغط على ادخل القناة ثم اضغط على قائمة التشغيل في الأغلى، ستظهر لك الدروس مرتبة ومنظمة من الأقدم إلى الأحدث. طيب درسنا اليوم يتكون من 5 نقاط، حبة حبة عشان نقفل باب السينجولر والبلورال، المفرد والجمع في اللغة الإنجليزية. هي عبارة عن 5 نقاط، حبة حبة ننتهي من النقطة الأولى ننتقل للنقطة الثانية. لكن أنا هشرح لك أول شيء بالإجمال وبعدين ندخل في التفصيل، في الديتيلز يعني التفاصيل. لكن الآن نأخذ in general بشكل عام عشان تفهم أنا بتكلم على إيش. يا سيدي، المفرد والجمع في اللغة الإنجليزية يقول لك إنه هناك 1 2 3 4 5، 5 حالات. الحالة الأولى إنك أنت تضيف اس للاسم. طبعا احنا لما بنجمع الفعل ولا الصفة ولا الاسم، هذه أول شيء معلومة مهمة. بنجمع يا أخواني الاسم، الفعل لا يجمع والصفة لا تجمع. واحد يقول لا، أنا لاحظت إنه في كثير من الجمل وكثير من الأفعال مضاف لها اس، play plays، go goes، مش play يلعب وgo يذهب، هذه أفعال ووجدت أنه مضاف لها اس. حبيبي الطالب، عزيزتي الطالبة، أخواني، هذه الأفعال التي أضيفت لها اس هذه تسمى قاعدة present simple أو اس المفرد الغائب. اللي مش عارف قانون المضارع البسيط، إنه البريزنت سيمبل المضارع البسيط، انه الفعل تضيف للفعل اس اذا جاء بعد الهي او الشي والات فعل. قانون المضارع البسيط، اي فعل بعد الهي والشي والات اذا جاء بعدهم فعل تضيف له اس او اي اس. هذا ليس اس الجمع، هذا اس يسموه اس المفرد الغائب الخاص بالمضارع البسيط. ولكن بالمناسبه طالما احنا ذكرنا هذا الموضوع، احنا عادة بنجمع الأسماء، يعني كل اللي في الصبورة أمامك الآن هو عبارة عن أسماء، يعني سيتي مدينة هذه اسم، فاميلي عائلة يعني اسم، باترفلاي الفراشة اسم، بابي اللي هو الجرو اسم. يعني انت بشكل أو بآخر تركز ان احنا بنجمع فقط الأسماء. هذا اريد اول شيء اتفقنا عليها. ما يجيش أحد يقول لي إنك أنت بتجمع الفعل أو إنك أنت تضع للفعل اس ولا الصفة، الصفة لا تجمع، فقط الأسماء. إذن معنا 5 حالات لجمع الأسماء. أولاً تضيف اس لأي اسم للاسم واصبح جمع، مثل car cars، pin pins. الحالة الثانية يقول لك إذا كان الاسم مش صفة ولا فعل، الاسم ينتهي بإس أو إس إتش أو سي إتش أو إكس أو زد، فإنك أنت بدل ما هتضيف إس هتضيف فقط إي إس بس. يعني مش شغلانة يا عمي، هنا كنت تضيف إس هنا فقط إي إس. يعني الواتش تصبح واتشز، البوكس بوكسز، وهكذا. يعني الحالة الثالثة إذا كان الاسم ينتهي بواي وتريد إنك أنت تجمع السيتي، هذه اسم مدينة نريد أن نجعلها مدن، فيقول لك أنت تحول الواي هذا إلى آي إي
اسمع كلامي، بتحول الواي الى اي اي في هذه الكلمات كلها، ايوه، ثم تضيف الاس. هندرس الموضوع الان. انا كما اخبرتك انا بعطيك كلام بشكل اجمالي، بعدين هناخذها مفرده. الحاله الرابعه، اذا انت الاسم انتهى باف او اف اي، تحول الاف او الاف اي تحولهم الى في، ثم تضيف اي اس، يعني الوايف زوجه زوجات، هنحول الاف اي الى في ثم نضيف اي اس. الحاله الخامسه ليس لها قانون، تحفظ كذا، مان رجل، تجمعها تحول الاي الى اي تصبح مين رجال، ونحول هذا كله. هذا اجمالا. الان ندخل بالتفصيل، احنا قلنا انه الحاله الاولى انك تضع للفعل كار سياره، اجمعها، اريدك انت الان اجمعها، سيارات احسنت، كارز، بن قلم، نريد ان نجعلها اقلام احسنت، بنز، تايجر نمر، نريد ان نجمعها نمور، تايجرز، بايلوت طيار، اجمعها لو سمحت، بايلوتس طيارين، لوير محامي، اجمعها لو سمحت، نريد نقول محامين، لويرز، كينج ملك، كينجز ملوك. خلاص هذه بسيطة، الحالة الأولى انتهينا منها، صح؟ جميل. الآن ركزوا على هذه القانون الثاني، إنه إذا انتهى الفعل بإس أو هنا انتهى بسي إتش، موجود أهو. هذه واتش لا تخبط فيها. واتش في فعل منها معناتها يشاهد، واتش تي في. واتش اللي هي الساعة، ماي واتش ساعتي. فنريد أن نقول ساعات. فهتضيف فقط اي اس يا سيدي، مش شغلانة يعني، الموضوع مش مستاهل يعني. الباكس انتهى باكس، باكسز، بس بدل ما كنت تضيف اس، شوف الشغلانة يا سيدي، اضفت اي اس، مش شغلانة والله، ما هي شغلانة. ساندويتش الدي لا ينطق، ساندويتش الساندويتش يعني الساندويتش الشطيرة، فقط ضيفي اس، شوف على شيء صعب يعني. تاكس ضريبة، تاكسز ضرائب. وش أمنية، وشز أمنيات. غاز، غازز. باس، باسز. بليتس، بليتسز. طيب الباس باصات، والغاز غاز، والوش أمنية، والبليتس اللي هي حرب يعني عابرة وسمى حرب سريعة. طيب خلاص العملية بسيطة بسيطة. نشوف الأو. الأو هو يعتبر نفس قصة الحروف هذه، لكن أنا وضعته لوحده لأنه له استثناءات، إنه أحياناً أو مش نادراً يعني، وكلمات محددة ممكن تضيف. إذا وجدت الأو تضيف، هو المانجو اللي هي المانجا، كلنا بنعرف المانجا، لما بتجمعها بتقول إيش؟ مانجوز. توميتو، توميتوز. بيانو، شوف هنا أضفنا اي اس، بس في قليل كلمات يعني مش كثيرة حقيقة، قليل كلمات يقول لك مش شرط انك تضيف اي اس، يعني اجمعها مثل هذا الموضوع، يعني هذه الكلمات مثل هذا القانون. بيانو، بيانوز. لوجو الشعار، لوجوز. كيلو، كيلوز. فوتو صورة، فوتوز. يعني يا عمي انتوا صدعتوا دماغنا عشان الاس او اي اس، يا سيدي طز في الاي هذه، يعني عملت لنا شغلانه يعني، بنت خذها كذا المساله، مش بالطريقه التعقيد يعني. يعني هنا تضيف اس، لكن اذا نظرت الى اخر الاسم فوجدت اس او اس اتش او سي اتش او اكس او زد او او، ضيف اي اس. في الاو بعض الكلمات محدده ما نضيف اي اس، ممكن تكون، وبعض الكلمات تكون اس او اي اس، ما علينا. انتهينا من الحالتين، متى تضيف اس ومتى تضيف اي اس، فهمنا؟ اس لما يكون الاسم طبيعي ما فيش اخره اس، اذا كان اخره هذه الحروف تضيف اي اس. هذه النقطة المفروض انتهينا منها، النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اذا كان الاسم ينتهي بواي، قلنا نحول الواي الى اي اي ثم نضيف اس. اعيد، يعني كلمة سيتي مدينة،
هتحول الواي يعني كالتالي سي 6 هنحول الواي الى اي اي ثم تضيف الاس تصبح سيتيز فاميلي هتحول الواي الى اي اي ثم تضيف اس فاميليز باترفلاي الفراشه هتحول الواي يعني هنشيل نحوله الى اي 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 ثم تضيف الاس تصبح باترفلايز البابي اتحول الواي الى اي اي ثم تضيف الاس تصبح بابيز لكن اذا كان قبل الحرف واي حرف متحرك ايش هي الحروف المتحركه اي 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 او يو اذا كان قبل الواي حرف متحرك هتعامله نفس ما تعامل هذا تضيف اس طبيعي يعني ما يتغير لا يتم تغيير الواي واحد يقول لي لا معلش انا فهمي على قدي شويه شويه معايا والله ان انا متخربط معك من عيوني يا سيدي ركز معايا احنا بنتكلم على اس الجمع صح بنضيفها لايش للاسماء الافعال والصفات لا جميل انت الان عندك 5 حالات انا شرحت الحاله الاولى انك انت تضيف اس للاسم ويصبح مجموع كار كارز بين بينز تقول لي انا فاهمها هذه بسيطه تمام الحاله الثانيه اذا كان الاسم عفوا ينتهي باس ولا اس هتضيف اي اس بدل الاس هتقول لي تمام اوكي اقول لك الاو نفس الطريقه ولكن لها استثناءات تضيف لها اس بدل اس تقول لي تمام نيجي لعند الواي اذا كان الاسم ينتهي بواي مثل هذه الكلمه سيتي وتريد ان تجمع هذه الكلمه فكل ما عليك فعله انك تحول الواي الى اي اي ثم تضيف اس تحول الواي الى اي 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 ثم تضيف اس فتصبح فاميلي فاميليز سيتي سيتيز باترفلاي فلايز بابي بابيز لكن اذا وجدت حرف متحرك قبل الواي لا تغير الواي الى اي اي ضيف الاس على طول يعني بوي ولد بويز اولاد ري شعاع ريز اشعه كي مفتاح كيز مفاتيح بس هذا هو الموضوع جميل طيب انتقل الى النقطه الرابعه انت ركز انه في عندنا اسم هو اسم وايف اللي هي الزوجه وايف وهي الزوجه نريد ان نجعلها زوجات يقول لك القانون حول الاف او الاف اي هذه حولها الى في اجعلها بهذا الشكل وايفز واحد يقول لي انت كيف عملتها انا حولت الاف اي كما قلنا الاف اي اذا وجدت في اخر الاسم اف او اف اي حولها الى في ثم اضف اي اس وايفز فتصبح زوجات طب هذه ليف ورقه حول لي الاف الى ماذا الى في صح واضيف الاي اس فتصبح كالتالي ليفز ها نايف الكي لما ياتي بعده ان الكي ما ينطق دائما القاعده عامه الكي اذا جاء بعده ان فالكي لا ينطق فتصبح لنا نايف سكين نريد ان نجمعها سكاكين فنقول ماذا ستضع الكلمه كما هي توصل عند الاف اي تبدله تجعله في ثم تضيف اي اس فتصبح نايفز وولف اللي هو الذئب تحوله الى في ثم تضيف اي اس فتصبح ها وولفز في اكسبشنز في استثناءات اكسبشنز يعني استثناءات مش كل الكلمات اللي تنتهي باف او يعني انك انت بتغيرها لا مثلا عندك كلمة مثلا زي الروت أو الشيف عرفتوا الشيف اللي هو الطباخ شيف تمام هذه بشكل أو بآخر بتجمعها أنت بإضافة إس هنا عندك شيف اللي هو تشيف هذا اللي هو رئيس في العمل شيف أيضا تضيفها إس بالليف اللي هو معتقدات او افكار برضو بالليفز هذه استثناءات يعني الروت هي نفسها هذه روتس يعني كلمة ما لها دخل في الموضوع لكن عندنا أيضا الآخر قانون آخر موضوع هذه أسماء لا يتم تغييرها تحفظ يعني هذه فقط تحفظ مان رجل
جمعها مين رجال، يعني لو ركزت انت غيرت الاي الى اي. الومن امراه، ومن فقط غير التشايلد تشيلدرن اطفال، الماوس فأر مايس فئران، الجوس جيس اللي هو البجعة، تمام جيس. بيرسون شخص، جمعها بيبول. توث تيث، واحد يقول انت مشيت في الاول كويس بس اسرعت في الاخير، ايش رايك نعيد بسرعة؟ يقول الله يحفظك، الله يحفظك انت، ركز معي. عندنا خمس حالات للجمع. عندنا الكلمة تضيف لها اس اللي هو الاسم، تضيف له اس، هذه الحالة الأولى فيصبح جمع. الحالة الثانية إذا كان الاسم ينتهي بـ CH X CH X SH S Z، تمام؟ إذا أردت أن تجمعه تضيف ES وليس S كما في الحالة الأولى. انتهينا منها. الأو أغلب حالات تضيف ES مثله مثل الحروف هذه، إلا أنه في بعض الحالات تضيف S. الحالة الثالثة للجمع أن الواي إذا كان في آخر الاسم وتريد أن تجمعه تحول الواي، تحول الواي إلى آي إي ثم تضيف إس. فاميلي فاميليز، حولنا الواي إلى آي إي، حولنا الواي إلى آي إي ثم أضفنا الإس، حولنا البابي، حولنا الواي إلى آي إي ثم أضفنا الإس. إلا إذا كان قبل الحرف واي حرف متحرك فلن يتغير الواي، لن يتغير الواي، وتضيف له إس مثله مثل الحالة الأولى. ننتقل إلى الحالة الرابعة، إذا كان الاسم آخره F أو FE وتريد أن تجمعه أي تضيف له S، تحول الـ FE أو الـ F إلى V، إلى V ثم تضيف ES ثم تضيف ES فتصبح leave leaves wife wives. حولنا الـ F هذا إلى V وأضفنا الـ ES، حولنا الـ F هذا إلى V وأضفنا ES، حولنا الـ F هذا إلى V وأضفنا ES، حولنا الـ F هذا إلى V وأضفنا ES. هناك استثناءات، اتركك من كلمة root، تمام؟ اتركك من كلمة root. chef اللي هو الطباخ، هذه رغم أنها تنتهي بـ F، تمام؟ إلا أنه لم يعني نطبق نفس القانون أن نحول الـ F إلى V. هذه استثناءات، الاستثناءات تحفظ. ايضا هناك كما اخبرتكم في الجمع في اللغه الانجليزيه كلمات تحفظ كما هي. مان رجل، مين رجال، وومن امراه، وومن وومن تكسر بالاي تكسر، مان مين، وومن وومن، تشايلد تشايلد طفل، تشيلدرن تشيلدرن، ماوس ماوس فأر، مايس مايس، جوس جوس، جيس جيس هذه تعني اللي هو أوز، بيرسون شخص، بيبول بيبول، توث توث سن تيث أسنان. وهناك كلمات لا تضيف لا إس ولا هي كده زي ما هي، شيب خروف، فيش سمك، دير غزال، سيريس سلسلة، هذه تظل زي ما هي يعني لا تضيف لا إس ولا شيء، هي مفرد وجمعية زي ما هي. على كل على كل أتمنى يكون في دفادكم، وأتمنى أنك تشاركوا مع غيرك، ولا تنسى اللايك واكتب لي في التعليقات ما تريد أو إذا عجبك الفيديو أو أي شيء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة الثانية وتلتحق بالبرنامج. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا وفقا، أن سي سونا قريبا، مع سلامة الله.